هذا الفرع بي ماي والله مشكلة، بس احنا لو عين بالعراق يا الله حظك يا ما تستحي وطف اوقف اوقف قد ما تستحي قد ما تستحي وما عندك ترى من المتحن سويتها سويت سويت لي سويت هذا سويت لي سويت لك مطر يعني مطر وكبر في البدل ما راضي ما راضي ما راضي يعني مطر ما تقدر اروح تذكر فد واحد كيسه تيف فد واحد وصخ وكان الى ما حددت الشارع من يركبك شارجر ها من يركبك شارجر قل لي سوى ايش اذا ما اسح لك بسيطه اذا ما ادبك هنا شوف وين راح ادبك بسيطه نعلمك يا دام شو تسوي شو تسوي؟ نعلمك يا دام يا دام شو تصير؟ انا سويت لك اعتبره مطر اعتبره لك شارجر تدافع عن الناس اعتبره مطر واضح؟ اعتبره مطر شو راح اسوي فيك بعد اخوك شو راح اسوي فيك؟ اعتبره مطر بعد اخوك رقلك رقلك انا مو مرت ثانية بعد اخوك ما تعرف بعد ما عيده ما تعيدها بعد ما عيدها فد واحد كيسه تيف فد واحد ما عيدها والله وروح يا امي وحياة امي بعد ما عيدها وحياة خالتي وحياة خالتي ما عيدها لا تعفون عن الناس خدمتك انا بس طلعني قوم طلعني قوم فدوى روح لك اطلع احمل والديك اطلع احمل والديك اطلع اطلع احمل الكعبه ولك خمره نشتغل ولك سويت فيا ما تقول لي بعد ما عيدها يتواعد ويا صاحبتي يا ابي هسه اثنين اللي بقنا بوري حتى انا متواعد متواعد ما بعد الحمله لا يطيق بعد اخوك متواعد ولك بعد اخوك متواعد ولك عيدها بعد لا بعد ما عيدها روح يا تمو روح يا تمو بعد ما عيدها يلا وين البصمه طين البصمه اثنين نخرب لها اسم الموعد احمل والديك اطلع احمل والديك اطلع اطلع احمل الجهه طلعت يا الله يا الله قول يا الله قول يا الله قول يا الله قول يا الله عمي ليش هيجي؟ عمي ليش هيجي؟ حتى الطايرين حتى السيارة حبيبها بعد إذا ذب علي غير بس الثلاثين حطك أطيح وات ذا فك ليش سويت فيه؟ أنت رايح موعد وأنا رايح موعد واثنين قطسنا ما تعرف شيء ما تعرف أضحاك ليش ما تأدب بس قل هاي تأدبت تأدبت هسه؟ عبرة بعد صارت لك عبرة؟ عبرة عبرة يلا عبرة يلا تعالوا لي بعد ما ادري ما تعالوا ما تعورت تعالوا تعالوا قالك ما تعيش عمي ليش هيجي عمي ليش هيجي مشاكل ما اريد اسوي انا وصلت بخدمتك بس خفت التلف سيارتك خليت على راسي مو على السياره